الإرشاد السياحي بين النظرية والتطبيق. كمرشد سياحي المفروض إن أنا بتعرف على لغات تانية، على ناس تانية، ناس جديدة، بسافر كل يوم مكان. ده الوجه اللامع للوظيفة زي ما بيقولوا عليه. بس لازم عشان أنا أوصل لمرحلة المرشد السياحي لازم أكون أنا بروفيشنال في حاجات كتير قوي لازم نتعلمها، ومش كل الناس بتعرف توصل انها تكون مرشدين سياحيين بغض النظر عن سوق العمل شكله عامل ازاي. سوق العمل حاليا في مصر بيكون متشبع بخبرات كبيره، مرشدين كبار ليهم اسمهم في السوق، فمش مفيش مجال لمرشدين صغيرين انهم يطلعوا، ولو في مجال لازم تكون بروفيشنال جدا. عشان كده احنا بنقدم لك كورس الارشاد السياحي تحت عنوان الارشاد السياحي بين النظريه والتطبيق. يعني ايه النظريه؟ يعني احنا بندي لك المعلومه، بندي لك المعلومه كامله من مراجع والمصادر موثوق منها على يد اكتر ناس كفاءه في المجال وعمالقه الارشاد السياحي. والتطبيق ان احنا بننزل وبنزور كل الاماكن العمليه في من انحاء مصر كلها، الاقصر واسوان، سوهاج، بنزور الهرم، بنزور الاهرامات، بنعلمك البادي لانجوج، الاي كونتاكت تكون عامل ازاي، هاو تو بي ا ليدر ان يور جروب، انت ازاي بتكون ليدر، انت ازاي بتعرف تتحكم في نفسك. كل شيء بنشتغل عليه. احنا بنعمل لك سي في مصغره، هل انت نقاط الضعف عندك ايه، نقاط القوه عندك ايه، وبعدين بنبدا نشتغل على الجروب كله. احنا طبعا بنعلن عن كورس الارشاد السياحي فريق الاسرجي. لأي تفاصيل اضغط اللينك.